اللهم نسألك خيرها وخير ما أرسلت به وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به وشر ما فيها. الجو تلج والمطر مغرق كل حتة، تاخد من ده وتقول خليك عارف إن المطر جندي من جنود ربنا، والرياح جندي من جنود ربنا. خليك عارف إن أنت بإرادته هتضحك، بإرادته هتمشي، بإرادته هتزعل، بإرادته هتنجح، بإرادته. خليك عارف إن حياتك كلها بإرادته سبحانه وتعالى. لازم تبقى فاهم الحقيقة دي كويس، فاوعى يغرك قوتك ولا مالك ولا عيلتك. خليك قوي بالله عشان يجعل إرادته معاك، وخليك طيب عشان يرضى عليك. اوعى تتغر في لحظة من اللحظات، لأن أنت وأنا مخلوق ضعيف، أضعف مما تتخيل، فيروس لعين بيحارب البشر في كل حتة. ممكن تقول عليه جندي من جنود ربنا، وممكن تقول عليه من فساد أهل الأرض، لأن هو برضو ربما يكون حسب المعلومات المنتشرة إن هو مصنع أو مخلق أو اتوجد عشان يأذي الناس. المهم إن أنت لازم تعرف إن أنت كل ما تملك وكل حياتك ضحكتك، تكشيرتك، مشيتك، النفس اللي بتتنفسه بإرادته. خليك فاكر واوعى تنسى ان انت اصلا بارادته سبحانه وتعالى. في موضوع انا شايف ان انا ابدا بيه مع حضراتكم النهارده، انت مع ولا ضد حجب المواقع الاباحيه اللي هي بتجيلك وانت ماسك الفيس او اليوتيوب او اي حاجة؟ كلنا دلوقتي بيستخدم التكنولوجيا الحديثة وبيتفاعل معها، في لحظة ممكن تبقى قاعد تبص تلاقي دخل عليك موقع اباحي وانت قاعد. طب انت عندك دين، في غيرك ما عندوش دين، طب ابنك الصغير يعمل ايه؟ طب بنتك اللي انت مربيها هتاخد الموبايل ترميه في الأرض وتكسره؟ تعمل إيه؟ النهاردة النيابة العامة مشكورة، وده أساس من أساسيات عملها وتنظيمها للمجتمع، إن هي بتحارب المواقع أو الأشخاص اللي هم بيبدر عنهم أو بيخرج منهم أفعال مشينة بتسيء للمجتمع، زي ما شفنا حنين حسام ومودة الأدهم وأحمد ونهى والناس اللي هي عمالة إيه تخرج علينا وتطلع ال 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 عاوز أقول البرسيم اللي بياكلوه وبيطفحوا علينا بأخلاقهم المستفزة. فأنا طبعا مع إزالة وحجب المواقع الإباحية، وأعتقد إن كلنا مع حجبها حفاظا على شبابنا. يمكن أنا الحلقة اللي فاتت وإنتم واخدين بالكم، الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن المخدرات لأن ده هدف سامي، إحنا عايزين نحافظ على شبابنا. الثروة البشرية دي يا جماعة لو ما استخدمناهاش
طيب أنا معايا مداخلة مهمة جدا في الجزئية دي، المستشار رجب قاسم الخبير القانوني والدولي، وأنا بتشرف بيه معايا في على الهوا. يا رجب بيه. ألو. يا رجب بيه ممكن توطي التلفزيون شوية؟ ألو. حضرتك معايا؟ معاك معاك. منورنا يا رجب بيه، إزي حضرتك؟ سعادة المستشار. أهلا بيك. إزي حضرتك؟ الله يخليك. طيب إحنا النهاردة بنتكلم على حجب المواقع الإباحية، لأن في أحد النواب من مجلس الشعب عمل طلب إحاطة لحجب المواقع الإباحية، النائب اسمه محمود أبو الخير. أنا طبعا بشكره نيابة عن الشعب وحضرتك معايا، فعايز يعني وحضرتك معايا كده، هل هناك ما يمنع من حجب المواقع الإباحية حفاظا وحرصا على شبابنا وبناتنا وحفاظا على المجتمع أن يكون مجتمعا سويا؟ الأول السلام عليكم. عليكم. بحيي حضرتك زوالي وبحيي كل مشاهدين البرنامج. الله يكرمك. يعني أنت حضرتك أصبت موضوع في غاية الأهمية، وكون أحد أعضاء مجلس النواب يقدم طلب لحجب المواقع الإباحية، الحقيقة ده اللي إحنا بننتظره من نواب مجلس الشعب، والحقيقة إحنا ما عندناش أهم من شبابنا وأهم من أولادنا. تمام، أنا مع حضرتك، اتفضل. فطبعا التقديم بطلب زي كده طلب غاية في الأهمية وبيهم. طبعا إحنا معظم يعني لو جيت قسمت نسبة الشعب المصري هتلاقي أكثر من 70% شباب يعني. فطبعا حماية الشباب ده طلب مهم جدا، و نرجو أعضاء مجلس الشعب ينظروا ليه يعني بجدية. وحجب المواقع الإباحية طلب ملح جدا، واتكلمنا فيه في أكثر من مناسبة حماية للشباب. يعني أنا عايز أقول لحضرتك، أنا رحت أكثر من دولة وبلاحظ إن المواقع الإباحية بيتكلموا عليها على الإنترنت إنها محجوبة في البلاد العربية دي. محجوبة في في البلاد العربية؟ خاصة في دول الخليج يعني. دي معلومة دي معلومة بالنسبة لي يعني أول مرة أسمعها. المواقع الإباحية خاصة في دول الخليج الحقيقة محجوبة تماما، وما بتسمحش إن حد يدخل عليها إلا بإجراءات صعبة جدا. طبعا دي من شأنها إن تخلي اللي أساسا بيحاول يخش يبني مجهود كبير جدا عشان يدخل عليها، فبالتالي ممكن ما يكملش يعني. وطبعا ما تنسبش اولادنا وصغار السن، فبيعزف عنها يعني. طيب يعني كده لا يوجد في القانون الدولي او في القوانين الدوليه ما يمنع او ما يؤيد حجب المواقع الاباحيه؟ شوف يا استاذ وائل، هو حجب المواقع الاباحيه في دوله ما يعني ده حفاظا على عادات وتقاليد البلد وعلى المقومات الرئيسيه. يمكن احنا مش عايزين نبدا ان احنا في الاول وفي الاخر يعني شعب متدين بطبعه زي ما بيتقال، وشعب مسلم، وكل الديانات بترفض هذه المواقع وهذا الهلال اللي موجود على الانترنت. انا عايز اقول ان يعني كان في 2017 في شهر 5/2017 على ما اتذكر كان اتمنع اكثر من موقع من على الانترنت، فامكانيه ان احنا نحجب مواقع موجوده، ولكن هي عايزه تقنيه عاليه جدا وعايزه خبره كبيره جدا. واعتقد ان مش يعني اتقال في الفتره الاخيره ان لابد يكون هناك حكم قضائي لحجب هذه المواقع. طب بص ما اعتقدش الكلام ده ممكن يكون صحيح. حجب المواقع الاباحيه حفاظا على تقاليد ومقومات الشعب وعلى تدين الشعب وعلى شبابنا، ده امر حلول ممكن يكون طيب قومي. انا استاذن ده اكيد انه امر قومي. هستأذن حضرتك في حاجة. لما حجبوا المواقع دي في الدول العربية، هل كان قرار سيادي ولا بحكم محكمة ولا إيه؟ لا 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 لا، ما كانش طبعا بحكم محكمة. قرار سيادي. كان بناء زي ما قلت لحضرتك، إحنا برضه في مصر عندنا الأزهر الشريف وعندنا مؤسساتنا الدينية الكبيرة اللي تقدر تتصدر وتقول رأيها في القصة دي. طب ليه ما ليه إحنا ما نسعاش يا أستاذ رجب يبقى في قرار سيادي؟ مش منتظرين إحنا أعضاء مجلس الشعب
ليه ما يبقاش في يعني مثلا استخراج قناه قرار او حكم محكمه امام الجهات القضائيه المختصه ان يبقى في حجب للمواقع الاعلاميه حفاظا على شبابنا وبناتنا؟ والله هو طبعا سؤال حضرتك سؤال جميل، ولكن هي برضه ان يصدر قرار من مجلس الشعب ده احد القرارات القانونيه المهمه جدا اللي يعني هنقدر بيها نقول ان احنا عندنا النهارده نواب شعبنا قالوا ان ما ينفعش ده حاجه موجوده يعني. طب انا هفاجئ حضرتك، برضه الوازع الديني مهم جدا بغض النظر عن الحجب، يعني احنا برضه في النهايه عايزين نقول ان تربيه النشء وتربيه الشباب على ان النهارده حتى لو الموقع الاباحي ممكن يكون قدامه يعني اعتقد لابد ان يتعفف عنه، ولكن هنقول ان ممكن الشباب بيضعف يعني. طيب انا وانت حضرتك معايا هفاجئك. في حاجه مهمه جدا يا استاذ وائل عشان تبقى عارف ان طبعا في ظل الجائحه الكورونا اللي احنا فيها ديت ونظام التعليم الدخول على الانترنت النهارده اصبح يمكن اجباري للاولاد. طيب فسهل جدا ان الاولاد يتدخلوا على يخشوا على الانترنت وتظهر لهم الحاجات دي على فكره ممكن يكون غصب عنهم كاعلانات او حاجه، ففي دول الشباب والتربيه يعني اللي فيها تحفظ اكثر من اللازم عندنا بتخلي الشباب يحاول يعرف يعني. طيب انا هفاجئك يا استاذ رجب على الهواء وانت معايا كده، هفاجئك مفاجاه ان النايب محمود ابو الخير لما عرض وطلب احاطه بحجب المواقع، عارف جهاز الاتصالات المصري جهاز تنظيم الاتصالات في مصر رد عليه قال له ايه؟ قال له انه يستلزم حكم قضائي. انا عشان احافظ على شبابنا واحافظ على اولادنا واحافظ على بناتنا عايز حكم قضائي. حكم قضائي ازاي؟ ده انا عايز قرار سيادي، عايز قرار سيادي من سياده الرئيس، من رئيس مجلس الوزراء. ده اللي انا بقوله لك، ما هو ده اللي انا بقوله لك. مش لازم يكون عندي حكم قضائي عشان احافظ على. لا ده انا بناقش حضرتك. لها قيمه كبيره يعني. ده انا بناقش حضرتك على الهوا ان ده الرد اللي اترد على النائب محمود ابو الخير في مجلس الشعب، واتقال له انه يستلزم حكم قضائي. عشان احافظ على شباب مصر عايز حكم قضائي؟ عشان احافظ على اخلاقهم وعلى بناتنا عايز حكم قضائي؟ انا مش عارف اقول ايه بصراحه. عندنا القياده السياسيه تقدر تتخذ اجراءات. انا محتاجين نفعل ده، يكون في تحرك في هذا الموضوع يعني. انا والله يعني طبعا سعيد بمداخله حضرتك معايا وبشكر حضرتك على الهوا، وان شاء الله يعني نتواصل في مداخلات اخرى. كان معايا المستشار رجب قاسم الخبير القانوني الدولي، كنا بنتحدث عن موضوع حجب المواقع الاباحيه. انا زعلان ولازم ازعل وغيري يزعل. النهارده انا الحلقه اللي فاتت اتكلمت على المخدرات، المره دي بتكلم على حجب المواقع الاباحيه. انا بتكلم ليه عن حجب المواقع الاباحيه؟ النهارده زي ما الاستاذ رجب كان معانا بيقول ان الطلبه النهارده بتذاكر على التابلت، بتذاكر عن طريق الانترنت، استخدامهم للانترنت اصبح شيء يعني جبري خلاص. اصبح التعليم دلوقتي عن طريق ال الامور الالكترونيه المتاحه والاجهزه الالكترونيه واستخدام المواقع. طب النهارده المواقع الاباحيه دي للاسف الشديد بتحس ان هي زي والعياذ بالله الشيء الخبيث، وانت بتذاكر لابنك تبص تلاقي حاجه جات لك كده. طب ده كلام يعني ما يصحش. لذلك احنا بنطلب حجب هذه المواقع. والاي بي بتاع مصر اللي بيدخل الانترنت لمصر، مصر تستطيع ان هي تحجب هذه. ليه مستنيين على شبابنا؟ احنا محتاجين نقطع عليهم الحاجات المفسده دي. النهارده لما بنتكلم على حنين حسام وغيرها واحمد ونهى والناس اللي هي خرجت علينا وطفحت اخلاقهم علينا ببعض الاشياء المشينه، مع ان هم ما عملوش افعال جنسيه قوي يعني، بس هم عملوا ميوعه وعملوا شيء من الـ الاشاره للاشياء القبيحه اللي المجتمع بيلفظها. فالنهارده انا برضو بستقبل اتصالات حضراتكم في موضوع هل انت مع او ضد حجب المواقع الاباحيه. اعتقد ان الكل مع حجبها. احنا نفسنا نحافظ على شبابنا. انا بوجه رساله النهارده لوالدي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي لسه كنت بتكلم على
موضوع حجب الـ 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 حجب المواقع الإباحية. النهاردة نشوف مع بعض الفيديو اللي الرئيس قاله من أول امبارح، يا ريت نسمعه كده، يا ريت وارجع لحضراتكم تاني نسمع بس الفيديو مع بعض كده. على قطاع الصحة بس، اتكلمت على القطاع اللي هي مسؤولة عنه، قالت احنا هنصرف يعني 54 مليار دفع على مدى عمره، لكن قالت ان احنا هنبقى محتاجين بس اول ما الاثنين دول من الاثنين ده حوالي 13 مليار جنيه ده في السنة. طب لو انا سألت الدكتور طارق عن وزير التربية والتعليم هيقول انا عايز 60,000 فصل، هيقول انا عايز 60,000 فصل، والستين ألف فصل طبعا عايز المعلمين والإداريين اللي هيشغلوه. أنا بقول كده ليه؟ لأن يعني استوقفتني جدا الكلمة بتاعت حقوق الإنسان، وأن المسار السياسي اللي موجود مش هو ده فقط الحقوق، أيوة من حق الناس أنها تعبر عن رأيها، من حق الناس أنها تعترض وتبقى في معارضة صحيح، لكن كل ده الهدف منه في الآخر أنه هو سواء كان التعبير عن الرأي أو المعارضة السياسية، المعارضة الهدف منها هو تحسين أحوال الناس، تحسين أحوال الناس وتحسين حياتهم، هو بيبقى الهدف كده، مش المعارضة للمعارضة ومش التعبير عن الرأي عشان الناس تتكلم، لا هي بتتكلم عشان تقولك خلي بالكم بصوا هنا في عندنا مشكلة، بصوا هنا لو سمحتوا اللي انتوا ماشيين فيه ده غلط، واحنا ده أمر بنقبله، بنقبله من أي حد بس بشرط يبقى فاهم هو بيقول إيه. الكلمة دي أنا بتوقف قدامها منها كتير. ليه؟ لأن لو الدولة في مصر، الدولة المصرية جادة جدا في مواجهة تحدياتها، وأمينة جدا في مواجهة تحدياتها، ومخلصة جدا في مواجهة تحدياتها، هيخفف العبء كبير قوي على الرأي وعلى المعارضة. ما بقولش مفيش. لا. الفيديو ده أنا بعلق عليه وبقول اسمه الحرية المنضبطة. سيادة الرئيس بيقول، وده حقه، ده رئيس الدولة اللي مسؤول عننا ومسؤول عن رعايتنا، بيقول الحرية المنضبطة، ده كلام أنا. طب هو بيقول إيه؟ من حقك تعترض، نحن نقبل المعارضة، عشان ما حدش يقول اصل ما في اللي بيعترض بيعملوا فيه واللي بيعترض لا يعترض، بس خليك فاهم انت بتعمل ايه. ليه بقى؟ ليه؟ هقول لحضرتك على حاجه بسيطه وهتفهم كلامي كويس قوي. الراجل ده تولى امر مصر وهو امين على هذه البلد، وامين على شبابها، وامين على نسائها، وامين على اطفالها، وامين على اراضيها، وامين على كل حاجه. طيب النهارده سياده الرئيس بيقول نحن نقبل المعارضة. طيب يا سيادة الرئيس بتقبل المعارضة من مين؟ اللي فاهم. يعني ايه اللي فاهم؟ يعني اللي عنده علم، اهل العلم، اهل الخبرة. ما اصل في ناس زي ما الكلام اتقال دلوقتي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان الناس تفهم بس الكلام رايح فين، والناس ما عندهاش وعي. في ناس معارضتها من اجل المعارضة، في ناس كلامها من اجل الكلام عشان يبقى طلع وعارض وايه، والناس يعني يقول لك اصل ده بيعارض، ده معارض عاوز يتشهر مثلا، اي معارضه. لكن النهارده انت فعلا لازم تكون فاهم، لما تعترض اعترض على حاجه يكون عندك علم فيها ويكون كلامك في مصلحه الناس. الكلام ده منضبط قوي على فكره. فالنهارده انا بتكلم وبقول المواقع الاباحيه، انا معترض يا سياده الرئيس على المواقع الاباحيه اللي بتدمر عقول واذهان شبابنا وبناتنا، انا معترض. يا رب تسمع رسالتي، وانا واثق ان حضرتك بتسمعني والساده المسؤولين بيسمعونا، احنا على الهوا. انا اعتراضي على ان المواقع الاباحيه دي بتدمر شبابنا. ليه ما يبقاش في قرار سيادي والريس حريص على شبابنا وحريص على بناتنا؟ ده بيقول لك المواقع الدول العربيه في منع المواقع الاباحيه، بعض الدول يعني مش كلها. تفاجأ وانت بتبحث عن الموضوع ده
تفاجأ ان الصين منع الفيسبوك، كوريا منع الفيسبوك، ايران منع الفيسبوك. في الصين منعوا الفيس واليوتيوب وبعض المواقع. طب الدول دي دول غبية؟ الدول المتقدمة دي الصين وكوريا عندهم ثروة بشرية مهولة بيتحكموا في اقتصاديات العالم. لما بيمنعوا الفيس واليوتيوب وغيرها من المواقع ايه هدفهم؟ هتقول لي اصل هدفهم، لا يا حبيبي مش هدفهم، اكيد بيحافظوا على بناتهم وشبابهم، مش عايزين مشاكل. لان برضو خلي بالك من ضمن الحاجات المهمة ان المواقع دي بالرغم ان هي اسمها مواقع للتواصل الاجتماعي الا انها افسدت التواصل الاجتماعي، صدقني زي ما فيها ايجابيات فيها سلبيات. هكمل كلامي مع حضراتكم، بس يا ريت الاستاذ محمد جاهز المداخلة. طيب الرئيس مشكورا يا جماعة، قبل ما ناخد المداخلة بتاعتنا عن موضوع المادة 35 شهر عقاري مع المستشار شعبان محمود، يقبل المعارضة، ده تصريح واضح جدا، نحن نقبل المعارضة. مع العلم مع العلم انت بتقبل المعارضة؟ الرئيس بيقبل المعارضة، بس انهي معارضة؟ المعارضة اللي تنفع الناس. افهموا بقى الكلام، احنا عايزين نتقدم. في ناس هدفها ان هي تعارض من اجل المعارضة، مش تعارض من اجل الناس. هو عاوز يظهر قدام الناس ان هو يعني الزعيم المعارض. وانا من مكاني ده بناشد وبقول نحن مع المعارضة الايجابية، المعارضة اللي تنفع الناس. الرئيس بيقولك انا بسمع، طالما في ملحوظة وفي شيء من النصيحة وشيء من الفهم بنسمع، وبيكون في أولويات اعتبارنا. ده رئيس دولة يا جماعة بيتكلم، يا ريت تنتبهوا. سيبكم اللي بيهجصوا ويقولك أصل مش عارف ومانع وحاصل وكذا، الكلام ده كله النهاردة أنا شايف الرئيس راكب قطر، والقطر ده بيعدي على كل محطات مصر، والرئيس عمال يوزع على كل المحطات وكل المحافظات خير مصر. انت عاوز توقف القطر ده؟ القطر ده بيعمر، القطر ده محتاج فعلا نشوف بلدنا كويسة. ليه بقى؟ لان خلي بالك من حاجة مهمة جدا، المعارضة الذائفة، المعارضة الذائفة او المعارضة السلبية تضيع البلد. هتقول لي ايه؟ هقول لك حاجة بسيطة بس ما تفهمش كلامي غلط وما تزعلش من كلامي. النهاردة في 25 يناير في 2011 لما حدثت، مع احترامي طبعا للشباب المحترمين اللي خرجوا في هذه الثورة، في ناس كان هدفها مش مصر، مش هدفها ان هي، كان هدفها ان هي تظهر في الصورة، يخرج يطلع في التلفزيون وانا ثورجي وانا عاوز، وهو في الاخر هو هلس، هو ابيض. مع احترامي للشباب المحترمين اللي كان هدفهم النماء وهدفهم التنمية، والرئيس قال الكلام ده، نحن سمعنا من هؤلاء الشباب وغيرهم وغيرهم وغيرهم، كان في شباب نيتها صافية وفي ناس كانت نيتها سوء. لذلك اللي بيعارض من أجل إن هو يظهر في مظهر المعارض معارضة ذائفة. طيب معانا المستشار شعبان محمود. أيوة يا فندم. يا سيادة المستشار ازي حضرتك؟ ازيك يا وائل بيه، ازي سعادتك؟ يا رب يبارك في حضرتك. والله أنا يعني أولا سعيد طبعا بوجود حضرتك معايا، وأنت كنت زميلي في كلية الحقوق جامعة القاهرة. اهلا وسهلا يا فندم، ازيك يا وائل بيه؟ طيب احنا انا طبعا انا اللي سعيد بحضرتك. يا رب يبارك في حضرتك. المستشار شعبان النهارده معانا يا جماعه بخصوص الماده 35 من قانون الشهر العقاري الجديد. طبعا الماده دي وحضرتك معايا يا سياده المستشار
محتاجين مع حضرتك يا فندم. محتاجين يعني نتداول امر مهم جدا، لان للاسف من وضع هذه الماده اغفل اشياء كثيره. يمكن حضرتك تتفق معايا في ان هناك ثغرات، انا هقول النقط وحضرتك تعرض وجهه نظر حضرتك على الساده المشاهدين وطلباتك، واخد بالك؟ ولازم يبقى في انضمام من نقابه المحامين ومن القانونيين ومن الخبراء الاستراتيجيين، لان الماده دي هتفسد امور كتير جدا لازم ناخد بالنا منها، منها ان هي هتفتح المجال للعصابات اللي بيستولوا على اراضي الدوله، وهتفتح المجال لضياع حقوق ناس كتير، واخد بال حضرتك؟ فانا محتاج اسمع من حضرتك، وحضرتك معايا النهارده، يعني ملحوظاتك على هذه الماده خصيصا وعلى القانون عموما. اتفضل حضرتك. وائل بي، اولا نص الماده 35 من قانون الشهر العقاري ناقش تسجيل الاحكام وفقا للقانون بتعديل القانون 114 لسنه 46. تمام. قانون الشهر العقاري فوضع بان اللائحه التنفيذيه للقانون بان يستحدث الماده 35 بتسجيل طلب حكما نهائيا في انشاء حق من الحقوق العينيه. فده معاليك في قصور فتح الباب امام العصابات التي تغتصب الأراضي من ملاكها الحقيقيين الغائبين عن الدولة. النهاردة في قصور ويجب الطعن على هذه المادة أولا بعدم دستوريتها. طيب وانت معايا كده، في حد طعن عليها دستوريا ولا لسه؟ لا، هو لسه أساسا يعني لم يتم تطبيقها، لأن صدر القانون بتطبيقه خلال 6 شهور من تاريخ نشره. تمام. فالست شهور لسه لم يمرضوا. تمام. فالنهارده النص الماده دي جعل هناك تلاعب من قبل العصابات التي تستولى على اراضي. انت قصدك حضرتك عشان خاطر هم بره مصر يعني. بره مصر بالظبط. والاحكام بتصدر خلال شهر. انا معاك. او معاليك جوه مصر وما بيتابعوش المكان بتاعهم، او حد معاه قطعه ارض وطريقها، او حد معاه شقه وطريقها. فالنهارده لما يجي القانون يقول لي ان بيسجل من خلال حكم او سند، فهو كده اغفل حقوق الناس الملاك دول. وحضرتك معايا في برضه في نص الماده هو اغفل دعوه صحه التوقيع، الدعوه التحفظيه. طبعا معاليك دي دعوه تحفظيه وفقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات. ده قانون اثبات واضح جدا، انا مش عارف ازاي يعني. سعادتك اغفلها واغفل حقوق الناس اللي صادر حكم لصالحها في دعوة صحة التوقيع سواء حضوريا أو غيابيا. طب إزاي يا سيادة المستشار وأنت معايا كده الدولة بتاخد رسوم دعوة صحة التوقيع، بتاخدها ليه بقى لما هي ملهاش عازة؟ بالظبط معاليك، المفروض لا يتم وفقا للقرار اللي صدر في شهر نوفمبر نوقفها بقى، نوقفها خالص التصديق. بالظبط كده معاليك، المفروض ان الدوله بتحصر رسوم كده بدون مقتضى. ده النهارده لما اجي ارفع انا الدعوه وهي دعوه تحفظيه، ما يعني صدر قرار بعدم ختم شعار الجمهوريه على العقود، ومطعون عليه في الاداريه العليا، ومطعون عليه في القضاء الاداري هذا القرار. هي بقى المشكله يا سياده المستشار وانت معايا كده برضو، ان ده بيستدعي الاعتراض. والرئيس قال، وانت يمكن شفت معانا الفيديو على الهواء، الرئيس بيقول أيوة فندم احنا مع الاعتراض المقبول، واعتراضنا طبعا اعتقد ان هو مقبول. اعتراضنا مقبول لان نص الماده دي بيفتح الباب امام الاستيلاء على الحاجات اللي متروكه واصحابها خارج الدوله او سواء داخل الدوله. طب ليه شيوخ ده القانون عليك نقطه يا 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 سياده المستشار معايا حضرتك؟ اتفضل يا فندم. طب ليه شيوخ القانون في بلدنا وعلى راسهم نقابه المحامين وغيرها من المنظمات القانونيه، ليه ما يبقاش في تضافر وتماسك وعمل وقفه لهذه الامور؟
حقوق الناس هتضيع كده. ده اللي احنا بنطالب بيه معاليك مجلس نقابة المحامين ومجلس نقابة محامين شمال الجيزة. لا مجلس نقابة المحامين مشغول بالمشدات يا استاذ يا سعادة المستشار، مش فاضي هو لمصالح الناس دلوقتي. لا يا فندم، هو ان شاء الله احنا بنعمل في مجلس نقابة محامين شمال الجيزة المنتخب بإن إن شاء الله بإذن الله هنتصدى لكافة هذه الأمور بإذن الله. تمام، بس دي فرعية، احنا عايزين العامة. ما هو وحتى العامة، ما هو معاليك أما بيصدر حكم من القضاء الإداري بإلغاء قرار بيشمل جميع كل النقابات الفرعية والنقابة العامة طبعا. طب يا ريت حضرتك قبل ما نخلص مع سعادتك يعني في الكلام، يا ريت يبقى في تفعيل تفرحنا بيه قريب، لازم شباب المحامين مع شيوخ المحامين يبقى في نوع من انواع التضافر لمصلحه الناس، لمصلحه البلد، ما يبقاش كل واحد بيدور على مصلحته. طبعا يا فندم، ما هو خلاص كده موضوع ان كل واحد بيدور على مصلحته ده انتهى. احنا الامر الطبيعي ان هيبقى فيه وقفه مع حتى مع المجلس الجديد. طيب بعد وحضرتك معايا كده جميع الجزئيات او الفرعيات الميزانيه بتاعت النقابه، جميع طيب. النقابات الفرعيه رفضت الميزانيه بتاعتها. طيب يبقى انت كده حضرتك بتتفق معايا في ثلاثه نقاط. طبعا أنا الماده دي طبعاً بتفتح مجال الاستيلاء على الاراضي طبعا، والمواعيد القانونيه غير مناسبه تماما، والمواعيد غير القانونيه غير مناسبه، نص الماده خاصة 35 خلال شهر، خاصه يا شعبان بيه، يعني المفروض الاعتراض خلال شهر. طيب خاصه يا شعبان بيه، غير كافيه تماما. حضرتك هتتفق معايا في النقطه اللي جايه دي بعد اذنك؟ احنا النهارده الاعلان عن طريق الجرائد العامه والرسميه، طب ليه ما يبقاش في اعلان بشخص ايوه بالظبط، ويستلموا بشخصه، ويبقى لو ما استلموش بشخصه يتوقف الحكم عشان ما نضيعش حقوق الناس. بالظبط يا فندم، انا بتفق مع حضرتك، والاعلان في الصحيفه الرسميه ده غير كافي لانه بعد التواصل الاجتماعي اللي حضرتك كنت بتتكلم معاه، وانا بايد حضرتك في النقطه اللي هي حجب المواقع الاباحيه دي وكذلك برضو انا بتفق مع حضرتك ان الماده 35 اثرت، ان مده الشهر مده غير كافيه، والنهارده هو برضو حدد نشرها في احد الصحف اليوميه النهارده مع النت والفيسبوك، الناس بطلت تقرا جرايد يوميه. طب في حاجه تانية مهمه جدا عشان ما انساهاش وانت حضرتك معايا على الهوا، اتفضل يا فندم. في ماده هتوقف من ضمن المواد في المواد 35 وفي القانون نفسه، قانون الشرع العقاري الجديد، في مشكله خطيره جدا. انت دلوقتي هتوقف نقل المرافق الكهرباء والغاز والميه للمالك الجديد الا بعد بالزبط. الاشهار الا بعد الاشهار، ده الاشهار بياخد سنتين يا شعبان بيه، الاشهار بياخد سنتين. ايوه يا فندم فعلا، ده كلام يعني مش عارف من سنتين أنا والله يعني انا بصراحه وانت معايا الهوا كده انا دماغي مش عارف افكر ازاي. طب اللي حط القانون يا جماعه، انا بعترض النهارده والسياده الرئيس بيقول انا بقبل، الحمد لله رب العالمين، احنا بنعترض وعاوزين نعترض رسميا وبدعوه رسميه ونوقف هذا القانون فعليا، لان دي مهزله، ده بيحصل كده مهزله، الناس حقوقها تضيع، كهرباء والميه. طب انت قدامك سنتين على ما تنقل بقى ميتك وكهربتك والغاز بتاعك، ينفع؟ فعلا يا فندم، لا انا بعترض مع حضرتك على هذا القانون وهيتطعن عليه بعد تطبيقه بعدم دستوريته. طب ليه نستنى تطبيقه؟ طب ما هو دلوقتي هو في مجاله للتطبيق، ليه ما نلحقش نعمل قبل ما يطبق؟ طبعا معلش انا بتفق معاك، المفروض لا يوجد ما يمنع، انا بتقدم بطعن. طب ليه انا بنضم لحضرتك في هذا الطعن. تمام يا فندم، انا مع حضرتك، وهو في هناك قصور واضح برضه في نص الماده، لانه قال انه الاعتراض بطلب للقاضي الامور الوقتيه خلال اسبوع يفصل فيه. ايوه الجزئيه دي مهمه. النهارده أيوة. معاليك ايوه النهارده معاليك مده الاسبوع دي مده غير كافيه تماما. تمام، في ظل تكدس القضايا اللي معروضه امام القاضي الامور الوقتيه، لانه بيتعرض عليه امور كثيره جدا. انت عارف يا شعبان بيه، عارف الدعاوى دي هيبلغ عددها كم؟ اكبر من عدد رهيب، اكبر طبعا من عدد ال 100 مليون مصري.
بالظبط يا فندم، لان في اللي عنده شقتين وثلاثه واللي عنده عماره واللي عنده الموضوع هيبقى المستشار بالظبط كده، هيبقى الوضع صعب جدا، وده هيؤدي الى ضياع حقوق الناس اصحاب الحقوق. طيب انا بنضم مع حضرتك في الطعن، ويا ريت الطعن ده ينضم الينا شيوخ ومحامين مصر الاجلاء وبهوات مصر القضاء الواقف. تحياتي لحضرتك المستشار شعبان شكرا محمود. شكرا يا فندم، وانا سعيد الله بهذه المداخله الجميله ومتشكر جدا لحضرتك. طيب ارجع لحضراتكم تاني واقول الحريه المنضبطه. طيب بالعاميه الحريه المؤدبه، الحريه المقبوله، الاعتراض المقبول. ترجع معايا بالزمن كده شويه، لو انت بقى راجل بتاع دين وبتحب ربنا وسيدنا النبي وتقول لي اصل احنا محتاجين، طب انا هقول لك على حاجه بسيطه، هقول لك على حاجه بسيطه. النهارده عندنا الرئيس محترم، عندنا بفضل الله عز وجل قياده محترمه ونثق فيها، وده مش تطبيل، ده تفهيم، احنا بنفهمك ليه. مفيش حق، التاريخ ما بيغفرش لحد، خلي بالكم التاريخ لا يغفر لأحد، التاريخ ما بيغفرش لحد لأن ده تاريخ. النهاردة الراجل ده عمل 1 2 3 4 بيكتب له في تاريخه في السي في بتاعته، عمل 1 2 3 4 5 في مصر. طيب في اعتراض؟ في ناس بتعترض. طب اعترض يا حبيبي تحت أمرك، بس اعترض بأدب. أول حاجة تعترض بأدب، ثانيا تعترض بدون الإساءة إلى الآخرين، ثالثا تعترض بدون أن تكون من أهل المعارضة الزائفة. طيب نرجع بالزمن زي ما بقول لحضراتكم، سيدنا النبي، تعال انظر كده في حياة سيدنا النبي. هتقول لي أصل ده سيدنا النبي، ماشي. طب تعال للخلفاء الراشدين، ها مش دول انت بقى يعني بتقول سيدنا النبي ماشي، ده معصوم محدش يجرؤ يعترض عليه، لكن الاعتراض الصحيح في صحيح الدين وفي صحيح الأديان السماوية وفي صحيح الحياة الإنسانية، الاعتراض المقبول هو الاعتراض الذي ينفع الناس، اللي هينفع الناس، مش واحد يطلع يعترض فتلاقيه مثلا يعني قلع ملط يقولك أنا معترض. إيه يا ابني ده؟ إيه إيه يا ابني ده؟ أنت بتشعر نفسك انت راجل قذر كده. طب واحد تاني يطلع يقول لك انا هنتحر من الدور العاشر، معترض، طب موت كافر بقى، موت نفسك، ده كلام ما يصحش. واحد تاني تلاقيه ولع في نفسه بميه نار، واحد ولع في نفسه بالجاز، ايه ده؟ هو ده الاعتراض؟ هو انت عايز تتشاف كده؟ لا، اعترض في طرق للاعتراض، والاعتراض المقبول في مصلحه الناس، مش اللي هو يضيع الناس، اللي هو ينفع الناس. الاعتراض المقبول المنضبط المؤدب يكون في نفع للناس. طب الخلفاء الراشدين كان حد بيعترض عليهم؟ اه كان فيه، بس الاعتراض بعلم. مش سيدنا عمر في مره من المرات قال ايه؟ اخطأ عمر واصابت امرأة، مش حصل؟ يبقى الاعتراض مقبول، بس الاعتراض بايه؟ بأدب. الاعتراض فيما ينفع الناس، مش عيب ان انا اقول انا غلطت في الموضوع ده، العيب ان انا استمر في الغلط. انت واخد بال حضرتك؟ ولذلك انا بأناشد دولتي وبلدي الحبيب مصر، وأناشد كل مسؤول وكل من هو على رأس السلطة، بنشده بقول له لازم اي قرار يتخذ يبقى فيه مبادرة مجتمعية قوية، نجيب الناس، دي رسالة مهمة جدا. هنناقش قانون زي قانون الشهر العقاري، ما يبقاش قرار سيادي، لا يمكن، مش هيحقق نجاح. ليه؟ لازم اناقش المشاكل الاول، السلبيات. طب هو ده وقع على الناس ايه؟ طب انا اعيد نظر ازاي فيه؟ طب انا انفع الناس ازاي بيه؟ ده الكلام الصح، ده الاعتراض المقبول، ان انا انفع الناس زي ما الرئيس قال. الاعتراض المقبول هو الاعتراض لما ينفع الناس، اللي هو في مصلحة الناس، مش واحد طالع، واخد بال حضرتك؟ في ناس هتلاقيهم مثلا بيعترضوا من اجل الاعتراض زي ما يقول،
هو هدفه يظهر كده على الشاشه يقول لك انا معترض، انا احلق شعري عشان انا معترض، اصل انا مش عارف اشكال كده، هو عاوز يتشير وخلاص. ده اعتراض غير مقبول، ده ما ينفعش. انت نفعت الناس بايه باعتراضك؟ لذلك عاوزك تبقى معايا وتفهم يعني ايه اعتراض. اعترض يا سيدي بس بادب، ابعت ورقه كده، اكتب ورقه سياده الرئيس، سياده مجلس رئيس مجلس الوزراء، سيدي الوزير، سيدي المسؤول، اعتراض ياهو 1 2 3، وابعت رساله، ابعت بلاغ للنائب العام باعتراضك، ابعت بلاغ لوزير الداخلية، ابعت بلاغ لوزير الإدارة المحلية، ابعت بلاغ لمجلس الوزراء، ابعت بلاغ لسيادة الرئيس. كل ده بيصب في مصلحة البلد. كلامي أكيد واضح. ابعت وشوف إيه النتيجة. في ناس عندها سلبية زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت لو أنتوا فاكرين معانا في الحلقة اللي فاتت وإحنا بنتكلم، بقول الراجل اللي داخل معايا الهوا بقول له أنت بلغت عن الناس بتوع المخدرات دول؟ قال لي لا أصل أنا خايف. طب انت هتنفع انت كده؟ امال انت امال انت داخل معايا الهوا بتعمل ايه؟ داخل تتكلم معايا الهوا بتقول لي ايه؟ انت داخل تتشهر؟ داخل توصل للناس في رسالتك؟ انت اول من يسال. لذلك عايزك تبقى راجل عامل في بلدك، راجل نشيط، راجل مثمر، راجل ايجابي. التعاون مع الدوله النهارده حته ورقه تقدر تغير بيها محافظ. تبعت لسيادة الرئيس تقول والله في اخطاء 1 2 3. فكرك ان الحاجات دي بتعدي على الرئاسه؟ فكرك ان الحاجات دي بتعدي على رئاسه مجلس الوزراء؟ بيبقى فيه اهتمام، بيبقى فيه اهتمام، بتتقري الورقه لو فيها حاجه تنفع البلد هينتبهوا ليها، بس يكون في الشان العام مش في الشان الخاص. لو شان خاص المسارات القانونيه موجوده، المسارات القضائية والقانونية موجودة، خد مسارك وهتنجح وهتوصل. لذلك أنا عايز أقول لك خليك إيجابي. لو في مداخلات على الهواء معانا يا ريت الأستاذ محمد يدخلها لنا، لو في مداخلات قبل ما نختم يا جماعة بخصوص حجب المواقع الإباحية، أنتوا واخدين بالكم؟ فالنهاردة يا جماعة وإحنا معاكم كده، احنا لما بنتكلم بنعترض على المواقع الاباحيه ليه؟ ايه هدفنا؟ شهره؟ لا، احنا نفسنا يبقى شبابنا شباب واعد، يبقى الشاب من دول مش هدفه الجنس، مش هدفه ان هو يتفرج على 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 مناظر اباحيه، مش هدفه ان هو يضيع، هدفه ان يبني بلد. النهارده لما بتتحجب المواقع دي، وانا بطالب سياده الرئيس، والدي وابويا في البلد دي، ان يطلع قرار سيادي بفضل الله، قرار يمنع المواقع الاباحيه دي، وتعظيم سلام لحضرتك يا سياده الرئيس على هذا القرار ان شاء الله باذن الله. بإذن الله يصدر هذا القرار. ليه؟ هنحافظ على شبابنا، هنحافظ على بناتنا، والنيابة العامة مشكورة بتساعد في هذا الأمر وبتسعى وراء الناس المنبوذين اللي بيخرجوا أشياء قذرة وإباحية على السوشيال ميديا، بتحاربهم بكل ما تملك. لكن النهاردة لما تمنع، أنت حافظت على شباب بلدك وعلى بناتك وعلى أولادك وعلى أطفالك. أنا فوجئت مع المستشار رجب قاسم أنه هناك بعض الدول العربية، وتحيتي ليهم إخواتنا العرب، إن هم بيحجبوا هذه المواقع. حجبها شيء جميل، بتحافظ على ثمرة وثروة هذه البلد. الثروة البشرية يا جماعة هي أغلى ثروة في العالم. لو ما عرفتش مقدارها، ألو؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ وهاب؟ الله يكرمك يا حبيبي، اتفضل. بالنسبة
بالنسبه استاذ وائل دلوقتي المواقع المباحيه وكل المواقع دلوقتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كل واحد جايب خطيبته وكل واحد جايب مراته ويستغلها وحركات مش حلوه للشباب يخشوا على المواقع يشوفوها. نعم صح صح يعني كل اليوتيوب كده دلوقتي والفيسبوك مش عارفين شبابنا واحنا شباب واطفال اي حد يخش على اي حاجه يلاقي حاجات اباحيه فاحنا عايزين نعمل حد لده. يبقى انت حضرتك يبقى انت مع الحجب مع الحجب مع الحزم تمام تمام يبقى انت حضرتك الاستاذ احمد من الشرقيه يا جماعه برضه بيؤيد قرار الحجب. مشكرين يا استاذ احمد وحضرتك معانا كده. ف ما اعتقدش ان في حد انا لا اعتقد ان ما اعتقدش لو في مداخله تانية يا جماعه انا معاكم ماشي لو في مداخله قبل الهوا ما يخلص انا مع حضراتكم. انا لا اعتقد وحضراتكم معايا ان في حد يرضى ان ابنه او بنته يتعرضوا لهذه المشاهد الجنسيه الاباحيه. ده شيء مفزع. هتقول لي طب نعمل ايه؟ برضو من ضمن الحاجات اللي انا عاوز اقولها في برامج ويا ريت لغايه ما يصدر قرار المنع باذن الله لغايه ما يصدر القرار السيادي باذن الله وبتوفيق الله وبكرم الله علينا بحجب المواقع الاباحيه. واخد بال حضرتك انا بشكر النائب محمود ابو الخير على الهوى لانه فكر في شبابنا فكر في بناتنا فعلا ده التفكير المثمر. عضو مجلس الشعب او عضو البرلمان لو ما فكرش في صالح الناس يبقى يقعد في البيت. طيب معانا الاستاذ محمود. الو الو ايوه استاذ محمود اتفضل. استاذ وائل اتفضل يا فندم. استاذ وائل سامع حضرتك اتفضل. باشا والله احنا عايزين قصه النت دي وقايه يا باشا نروح حل نقطه. بتقول ايه يا استاذ محمود؟ وطي التلفزيون عشان انا مش سامعك. مش عندي شبكه. طيب ايوه طب انت مع او ضد الحجب حجب المواقع؟ ايوه انا سامعك. انت مشغل التلفزيون؟ لا معك يا باشا. انت مشغل التلفزيون عندك؟ انا معك يا باشا. طب انت مشغل التلفزيون يا استاذ محمود؟ انا بقول انا معاك يا باشا والله النت ده مبوظ الدنيا كلها يا باشا. طيب طب انت بتحافظ على اولادك ازاي من النت ده يا استاذ محمود؟ والله يا باشا كل واحد عامل لي مراته وعياله يروح يصور لي ومش عارف ينشر لي على النت وانا معاك والله يا باشا على الموضوع ده. متشكرين يا استاذ محمود من الشرقيه. متشكرين يا استاذ محمود. طيب انتبهوا يا جماعه حافظوا على بناتكم حافظوا على اولادكم عشان ما ترجعوش تقولوا ده حصل والعياذ بالله تحرش. ما هو الكلام ده بيجي منين؟ ماشي الكلام ده بيجي منين؟ ها حضرتك معايا هيجي لما هو يشوف حاجة زي كده والعياذ بالله هيشوف مواقع إباحية ويشوف مناظر قذرة طفل هيتفاعل دماغه هتشت. ليه؟ لأنه اقتحم عليه هذا المنظر الإباحي ما يعرفش ما شافش هيحدث عنده خلل نفسي. نلحق أولادنا يا جماعة. المنع هو أعلى وأعظم وسيلة للوقاية. المنع المنع يا جماعة من أقصى وأعظم درجات الحماية والوقاية للمجتمع. لما بتمنع أنت بتحافظ. أنت عارف قبل ما أختم مع حضراتكم لو أنتم فاكرين لو تتخيلوا معايا ليه في الشريعة الإسلامية مثلا يعني مع احترامنا طبعا للأمر عشان ما نخدش في الأمر أعظم منه بس أنا عايز أقول حاجة. ليه قطع يد السارق؟ ليه رجم الزاني؟ عارف ليه؟ مش الهدف إن هو يقيم هذه مش الهدف إن هو يقيم هذه العقوبة خالص. الهدف هو المنع. لما أنت تعلم الحرامي لما يعرف إن هو لما هيسرق ايده هتتقطع مش هيسرق والزاني لما يعرف ان هو هيترجم حتى الموت مش هيزني يبقى المنع وقوة العقوبة وصلابة العقوبة وعظيم العقوبة هو السبب الرئيسي في الحماية والوقاية. التفعيل الشديد
للعقوبة بيمنع الناس من الخطأ، دي حقيقة، واخدين بالكم؟ فقبل ما اختم مع حضراتكم اتمنى تكون رسالتي بفضل ربنا سبحانه وتعالى وصلت لحضراتكم. انتم وانا بإرادته عايشين، بإرادته بنضحك، بإرادته بنمشي، بإرادته بناكل، بإرادته بنتحرك، بإرادته بنتنفس، بإرادته احنا اضعف ما يكون. فخلوا حياتكم بإرادته، خلص الوجه تعدوا وتفوزوا. يا رب تكون رسالتي وصلت، ويا رب السميع العليم ببركة سيدنا النبي توصل لرسالتنا وتعدي وتفتح أبواب ويكون حياتنا كلها سعادة. أشوفكم على خير، ضد الفوضى، وائل أبو شوشة، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.